شو هلا مبالاة هي؟ شو قلة هالخبرة؟ لا تحكيني إلي، قول لزلمتك جاب وراه جماعة مراد على مدار وخرب العملية من وراه. إذا ما بتقدروا تقتلوا زلمتين اتركوا هالشغلة، على أساس أقوى منظمة كل رجالك مسلحين وحاملين كلاشنكوف وصادوكم مثل العصافير. أصبح اقتلن أنت أو أنت شارون، روح اقتلن. أنت ما كان في إلك تراندون؟ لا تحكي حكي تضيع فيه الموضوع. أنتوا الاثنين لازم تقبلوا فشلكن ولا تجوا مرة تانية تتحججوا قدام. مع هيك كانت العملية مؤثرة كتير وبهالطريقة رح تكملوا. شارون ليش عم تتعذب كل هالقد؟ عطي أمر يضرب السفن تبعنا بالتوربيتات وبتعلق حرب. النظام أصلا بإيدك، بتقدر تضرب من محل ما بدك. بتكون تعلق الحرب؟ بس لما رح تعلق الحرب ما رح يكون عن تركيا إمكانية لتحارب، لهيك عم نشتغل. لا تناقشوا بالأوامر يلي عم بعطيكن إياها، المهم إنكن تعرفوا تنفذوا أوامري بطريقة صحيحة. المخططات والخرائط يلي عطيتنا إياهن لنشتغل عليهن كلهن وقعوا بإيد على مدار، لهيك صار لازم تعطينا أهداف تانية. شغلتهم سهلة، وشلون صار وضع كارا؟ علاقتي بابنه منيحة. انت عم تجذب علي؟ يعني ليش ما قتلنا هالزلمة؟ رح يجيب لنا وجع راس. وقت منقتله شي وقت يموت لحاله شي. قواعدكم قتلتني وخلصت علي، وبلكي ما مات. ولك تركت للزلمة مجال لحتى يعيش؟ بعدين إذا ما مات منكون عفينا عن روحه. قلي نهاد، انت خايف من مماتي ما هيك؟ أنا بخاف من ميماتي وأنت خاف من زازا، لهيك فينا نعيش كتير. غير هيك أنا ما بخاف من عمي ميماتي، أنا بحبه، هو الرجال الوحيد يلي بحب كون مثله بعد أبي. عفكرة شغلتك فاضي، إذا مراد بعده موجود ليش ما تكون مثله؟ أسلوبنا نحن اتنين مختلف. ولك انت شو عملت؟ شو عملت؟ شو يعني تضرب اتنين بالسيارة وبالاخير اتنين ما ماتوا؟ انا ما عملت هيك شيء، قلت لك هيك بعدين فكرت وتراجعت. عبد الحي، الزلمة تزوجها، بعد ما تزوجها لازم نحترم موقفه. انت ما سمعت انه نتزوجوا لوقت ما كنا بالمقبرة؟ تصطفل بس لازم تخفي اللي عملها على الاخر، وإلا هاي الشغلة رح تجيب مصايب. لا أنا معي خبر ولا أنا حكيت معك،
وهذا نوع من أسرار الدولة الخطيرة، وهي كرمال عبده. تسلم لي أنت وأسرارك الخطيرة. المعلم مراد على مدار حاليا عند الست إنجي بغرفتها. بتحبي تشوفي حضرة المدعية؟ بلا ما ازعجه، لما بيطلع بحكي معه. اكيد انت ما رح تزعجيه، لسه الست إنجي ما صحيت، وتأكدي انه ما رح تصحى لفترة طويلة. تفضلي حضرتك. عليها العافية. شلون وضعها؟ منيحة. طفل كمان منيح. شلون صارت الماما؟ ما مرتها أمك، ما صح لي. ما قصدي أمي، قصدي أمك. أنت مو مريضة ورحتي لعندها؟ منيحة، ما فيها شيء. لما سمعت صوتها على التليفون تلبكت. ما بتخجلي تكذبي وانتي بهالعمر؟ لا تخليني اندم اني جيت. ماشي، انا اسف. انا ماني جاي اشوف انجي، جاي لانه حابة احكي معها. وأنا كمان حابب أحكي معك. بعرف أني زعلتك كتير، بس بعدين أنا ندمت لأني زعلتك بحكي. مراد، لا تتزوج إنجي. أنا غامرت بكل شيء. أنا بحبك. وأنا واثقة أنك بتبادلني نفس الشعور. متأكدة إنه رح نساعد بعض ورح نقدر نكون مرتاحين بحياتنا. أنا بفهم وضعك، بفهم إنه ما بدك تتخلى عن إنجي، وبفهم موقفك الأخلاقي، بس أرجوك لا تتزوجها. تزوجت امبارح. زوجتها؟ امبارح بالسجن. شايفة من هلأ بلشت اجرح لك قلبك. انا معروف باني بتعس النسوان اللي بحبهم. واني بسود لهم عيشتهم. حتى إنجي شوفي شو صار فيها من وقت اللي لبست الخاتم. أنا بحبك كتير،
وبدي اياكي تعرفي هالشي. ابني منيح كتير، وانت كمان مراد. مو الكل اللي بيحكوا انه بيشوفوا ضو هنا بحالتي هي. انا ما شفت ضو، شفتك انت وشفت ابننا. جيبي شنطتك وتعي معي. ما بحسن روح، عندي شغل. ما حدا رح ينتبه، بس ساعة زمن. لوين بدنا نروح؟ عندي صديق منصاب بدي تشوفي لي اياه، يمكن مخلوع كتفه او مكسور. ما بفهم بهي الشغله، جيبه لنصوره اشعه. معلش قد ما بتفهمي، يلا خدي ابر وتعي معي بسرعه. Güneş donar, ay söner.